اولا حاجه كويسه جدا لنا الدوله في ظل الظروف الصعبه اللي هي كانت مثلا بتمر بيها في الارهاب، ففي حد ذاته ده مكسب كبير لينا هنا في مصر في السياحه. يعني لا حاجه كويسه، شرف لينا ان احنا اساسا ندخل في حاجه زي كده، وياريت ان احنا دايما نستمر ان احنا نطلع خطوات لقدام في كل حاجه، مش شرط في كاس الامم الافريقيه، لان ده في حد ذاته بيخلي يعني مصر هنا حاجه بتتقدم لقدام، ما بترجعش خالص جدا لورا. طبعا فخر كبير للمنتخب المصري عشان البطوله على ارضنا وسط جمهورنا، وربنا يكرم المنتخب المصري، وطبعا السياحه هتخش تاني، هتعود تاني بشكل اقوى، وربنا يكرم ان شاء الله. طبعا بيمثل لي فخر جدا ان انا بلدي هتنظم بطوله كبيره زي دي، زي ما نظمناها قبل كده وخدناها، وان شاء الله ناخدها تاني. وكمان هي جت على فجاه، واحنا الحمد لله قدرنا نعمل الاستادات ونجهزها بشكل احسن عشان نقدر ننظم البطوله دي، وكمان العدد هيبقى اكبر مش زي كل مره، وده هيعود علينا بالسياحه اعلى وفايده اعلى لينا يعني ان شاء الله من كل المراحل. والله يمثل لي حاجه تفرق جامده قوي ونقله كبيره قوي من لمصر على مستوى العالم، وبالنسبه لترشيد السياحه والامن والامان بالنسبه لبلدنا، ان احنا نقدر نظهر بمظهر كويس قدام العالم كله، ونقدر نعمل حاجه حلوه، وبرضه نفوز بكاس الامم الافريقيه زي كل مره، زي اخر مره ان شاء الله، وبرضه هيعود علينا بالخير وحاجه حلوه لبلدنا بصراحه. يعني في اهتمام بالمنشات الرياضيه كلها، استاد القاهره والاستادات كلها اتعملت عمليه صيانه، كانت الدوري قاضي على النجيله بتاعت الملاعب وما الى ذلك، فبالتالي في اهتمام في الفتره دي، الاستادات هتبقى الاهتمام بيها في الفتره دي مع بداية الدوري السنة الجاية إن شاء الله، يبقى عامل حالة بهجة والملعب شكلها نظيف وما إلى ذلك. زائد موضوع التذاكر اللي بتظبط في الفترة دي هيخلي إن شاء الله بإذن الله على السنة الجديدة يبقى متاح إن الجماهير تخش، وبالتالي الجماهير هي اللي كانت الملاعب ناقصاها، فإن شاء الله يبقى الفترة دي كأس الأمم هيعود على السنة الجديدة إن شاء الله بكل خير. مثل لي طبعا حاجة شرف للبلد وسياحة ودخل حلو للبلد وبطولة كبيرة، والواحد بيتمنى ان مصر يعني منتخب مصر ياخدها، ويا رب كده يوفق في البطوله وتفضل للاخر يعني ناجحه ان شاء الله. ده حدث العالم كله بيتكلم عليه، بيسوق مصر اقتصاديا وامنيا وسياسيا، بيقول ان البلد جميله، وبيوضح وجه الحضاره المصريه اللي العالم كله بيقر وبيعترف بيها، وبيشوف مصر الحديثه شكلها ايه، والامن فيها شكله ايه، والامان فيها شكله ايه. يا رب يا رب تعدي بطوله جميله، ونكون قد الحدث، وكل الجهات المسؤوله المفروض انها تتعاون، الشعب والشرطه يتعاونوا في ان هم يظهروا مصر قدام العالم ويبهروه بحضارتنا وبرقي شعبنا المحترم العظيم،